مساء الخير، أنا محمد ناجي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفورس، إيه أشكالها وإيه أنواعها ويعني إيه فورس؟ طيب الفورس هي الأكشن اللي بيحصل على أي حاجة علشان تغير من حركته، يعني إيه؟ لو هو بيتحرك تخليه ساكن، لو هو بالفعل ساكن تخليه بيتحرك، ممكن تغير العجلة، ممكن تغير سرعته، ممكن تغير اتجاهه، ممكن تغير اتجاه حركته، الحاجات دي كلها هي اللي الفورس بتعملها، فبالتالي بنقول إن الفورس هي أي أكشن يقدر يغير من حركة الجسم. طيب الفورس بقى بتتقاس بوحدة إيه؟ الفورس بتتقاس بوحدة النيوتن. طيب النيوتن بقى عبارة عن إيه؟ قال لك 1 كيلو جرام تايمز 1 متر بير سكند سكوير، يعني إيه؟ يعني الفورس أو الواحد نيوتن هو مقدار القوة اللي بحطها على 1 كيلو جرام علشان أخليه يتحرك بعجلة مقدارها 1. يعني إيه؟ يعني دلوقتي 1 نيوتن اللي هو مقدار الفورس اللي بحطه على كيلو جرام واحد، يعني أنا بزق كيلو جرام بمقدار نيوتن واحد، فبخليه يتحرك بمقدار عجلة مقدارها 1. طيب إيه هي بقى أشكال الفورس؟ قال لك الفورسز تتقسم لنوعين، أول واحد هي الفيلد أو المجال، تاني واحد هو الكونتاكت أو عن طريق الاتصال. طيب يعني إيه؟ قال لك الفيلد هو اللي بيبقى مجال، يعني مثلا لو خدنا أمثلة هنلاقي إن هنا إيرث أند مون، يعني الأرض والقمر، هما اللي ما بينهم هل هما ماسكين في بعض ولا اللي بيشدهم لبعض قوة التجاذب اللي ما بينهم، يعني الجاذبية الأرضية وجاذبية القمر، هي عبارة عن جاذبية الأرض وجاذبية القمر، فبالتالي بنقول إن دول فيلد فورسز. طيب نيجي نبص، لو أنا عندي مثلا بروتون وإلكترون الاتنين بيجذبهم بعض إيه؟ تغير الشحنات بتاعتهم، فبالتالي بقول إن ده إلكتريك فيلد، يعني اللي فوق ده جرافيتيشنال فيلد، يعني جرافيتي فورس، اللي تحت دي إلكتريك فورس أو قوة كهربية، اللي هو فرق ما بين شحنتين، دي موجب ودي سالب. تالت حاجة بنقول الماجنتيك فورس، يعني قوة المغناطيسية، يعني ده مثلا اهو مغناطيس وده حتة حديد، فايه اللي بيشد حتة الحديد للمغناطيس؟ هنلاقي ان حتة الحديد بتتشد للمغناطيس بسبب المجال المغناطيسي اللي المغناطيس بيشد بيه حتة الحديد ناحيته. لو جينا نبص بقى للكونتاكت هنلاقي ان هي انواع كتير، اول واحد مثلا المفروض ان ده شخص بيشد حبل، يعني فهنعتبر ان هي قوة شد، يبقى هنا المفروض اللي موجود في الحبل ده تنشن فورس، تنشن فورس او قوة شد. طيب لو جينا نبص هنا في السبرينجز المفروض ان السبرينج اللي هو السوستة اللي هو زنبرك، يعني فبالتالي المفروض ان ده طول السبرينج الحقيقي، تمام، او في الوضع الساكن، لو انا جيت ضغطته فبقى فيه فورس، هو في حاجه ضاغطه السبرينج ده، لو انا شلت الحاجه اللي ضغطاه دي هلاقي السبرينج نتش مره واحده علشان يرجع لمكانه الطبيعي، فبلاقي ان الكومبريست والاسترتش برضو لو في حاجه شاده السبرينج اللي تحت وانا شلتها هلاقي السبرينج بيطلع لفوق بسرعه عشان يرجع لمكانه الطبيعي، فبالتالي استرتش او كومبريست مشدود او مضغوط، فبالتالي الاثنين سبرينج فورسز او قوة، أنا مش عارف هي المفروض قوة السوستة، فهو سبرينج فورس يعني. إيه تاني حاجة؟ الشكل ده هيبقى فيه 4 قوة. طيب إحنا بنقول دلوقتي إن ده صندوق محطوط على الأرض، طيب في لتحت ام جي، الام جي دي اللي هي إيه؟ اللي هي الوزن بتاعه اللي هو جذب الأرض للصندوق، إحنا كلنا واقفين على الأرض عشان الأرض بتجذبنا ليها بقوة الجاذبية الأرضية، فبالتالي قوة الجاذبية الأرضية. طيب المفروض إن الراجل ده بيزق الصندوق بالشكل التالي، يعني بيزقه الناحية دي، فهيبقى عندك هنا applied force. الـ applied force دي هي اللي يعني ممكن تبقى هنا البوش أو قوة الدفع، الـ applied force هي اللي الإنسان بيحطها على جسم ما علشان يغير من حركته. هو الصندوق على الأرض، فبالتالي الأرض بتعمل معاه قوة احتكاك، يعني بتزقه ناحية الراجل، فبالتالي الناحية دي في friction force، قوة احتكاك. طيب ايه بقى الرابعة؟ الرابعة يا سيدي قال لك بتبقى لفوق، اسمها نورمال فورس. ايه بقى النورمال فورس دي؟ النورمال فورس دي هي اللي بتدعم الجسم ان هو ما يقعش مثلا، او ان هو ما يتحركش من مكانه لو هو في وضع ساكن، يعني مثلا لو انا حاطط مثلا الصندوق ده على مكتب، طالما في الارض بتشد لتحت، ايه اللي بيخليه ما ينزلش لتحت؟ النورمال فورس اللي بتساوي الجاذبية الارضية او بتساوي وزنه وبتزق لفوق،
يعني هو دلوقتي لو في فورس بتشده لتحت بقوة جاذبية ولنقل مثلا 10 نيوتن، فبالتالي في نورمال فورس بتزقه لفوق بمقدار 10 نيوتن، فبالتالي النورمال فورس تبقى السبورت فورس بتاعة الجسم او القوة الداعمة للجسم. المفروض ان ده باراشوت يعني، فالمفروض ان احنا بنتكلم عن الاير ريزيستنس او مقاومة الرياح او مقاومة الهواء. لو في حد نازل بباراشوت من الطيارة مثلا، ايه اللي بيخليه ما ينزلش مرة واحدة ان هو لابس باراشوت؟ الباراشوت بيعمل مقاومة كبيرة مع الهواء، فبالتالي الهواء يزقه لفوق شوية. لو انا جيت رميت ورقة كده ما بلقاش نزلت مرة واحدة على الارض، لا بلاقيها نازلة واحدة واحدة كده. ليه؟ لان هي سطحها كبير ووزنها خفيف، فبالتالي الاير ريزيستنس او قوة الدفع بتاعت الهواء او قوة مقاومة الهواء كبيرة شوية، فبالتالي بتخليها تنزل بالراحة. تمام؟ فهي دي اشكال الفورسز وهي دي الفورس.